انطلقت صفارة قانون السير الجديد بقليل من الغرامات المالية وكثير من المناشير التي تعنى بالتعريف بالقانون والسلامة المرورية، لكن الرهبة من الغرامات الكبيرة والعالية التي يتضمنها جعلت الحركة خفيفة، ما فسره عناصر مفرزة السير بارتفاع عدد المخالفين. حركة خفيفة أنا ما بدي تكون خوف من المواطنين أنه ينزلوا ويتجولوا بسياراتهم، تطبيق القانون لمصلحتهم، وهيدا الشيء اللي نحن خلينا نتابع بحملة توعية قبل ما نبدأ بتنظيم المحاضرة اعتبارا من أول الشهر. يمكن في عالم خايفة، أنا بدي أقول لهم انزلوا تجولوا، حياتكم طبيعية، التزموا بالمبادئ الأساسية لمصلحتكم. نسبة الالتزام بحزام الأمان والشارات المرورية بلغت ما يقارب 90% وفق قوى الأمن، لكن ما إن قل الانتشار العسكري حتى انخفضت النسبة بشكل ملحوظ. بعدنا جداد بنحطه هلأ. ما تعود على نون سير بعد منك كله نتعود بعد. حضرتك حجي كمان تستيقظ تفضل، هذا كتيب عن نون سير جديد، احفظه حتى لا تخالف مرة تانية. هذا حزام الأمان كرمالك مش كرمالنا، هذا كرمال سلامتك، وبتمنى تحطوا السنتور من البيت مش لما تشوفونا، لأنه هذا كرمال سلامتكم. تنبسط بالموسيقى إنك بتزوري بعكس السير، بتقطع من هون لهون، هيدي بس صرنا ننتبه له، صرنا ننظر عن بعيد إذا ما في حدا بنقطعها شوي صغيرة. حتى السنتور من قبل، هلا كنت استعمل واتساب شي، هلا خلص. ضبوا الزهران كلها مطرقات اللي عم تخالف. ليه ما حطيت السنتور؟ والله قد ما معصب. ليه؟ كنت بالنافعة اللي ساعتين خمس ساعات بالنافعة هونيك عم بعمل معينة. ليه البيبي بدل الكارسيت؟ بدل الكارسيت ايه. ليه؟ ما هلا طنق قريب بكره نبلش. ورفضا لقانون السير الجديد ونظرا الى عدم تمكن عدد كبير من السائقين من اصلاح اوضاع سياراتهم، عمد عدد من المواطنين الى قطع عدد من الطرقات الداخليه في طرابلس وصيدا واضرام النار بالاطارات ومستوعبات النفايات. اولى ضحايا اليوم الاول كانت مراكز الميكانيك التي اختنقت بالسيارات الوافده اليها منذ ساعات الصباح الاولى. من الساعه 9 للساعه 1:30 بعدنا ناطرين. حتى لي هالمواطنين بدل ما تنطر كل النهار وعلى الاربعه يسكر المركز، يعملوا دوام من عشيه اوفر تايم. في ناس بتقطع بتكون برا ما بينطروا بالدور، بيوصلوا على الباب، كيف بيفوتوا ربك على مكسور سنه واحده وهيدي الثانيه، هلا بده يدفعوا اثنيناتهم مع بعضهم، ما عاد فينا ليش نمشي ولا نروح محل ولا نجي محل. طب ليه كسرت عليك؟ كسرنا كمان مرة العجقة، كل ما بدك تعمل معاينة بدك تتمك يومين نايم بالمعاينة. فمن الزهراني دقيت لها خطيبتي قلت لها انزلي، لأنه عم يقولوا البنات إنه عم يفوقوا إنه إذا معك بنت أو شيء بتفوت هي بخمس دقايق أو عشر دقايق بتنطر وبيمشي الحال، بس الشباب مستحيل يعني. القيمون على مراكز الميكانيك أكدوا أن فرق العمل تعمل بكل طاقتها. هلا نتيجة صدور قانون السير والضجة اللي طلعت حوالي العالم خافت شوي، هلأ العجقة شوي زيادة عم تصير هي إنه العالم مش عم تتوافد خلال ساعات النهار بالترتيب، يعني عم تجي العالم تتجمع الصبح، هذا الشيء عم يؤدي للعجقة خلال النهار كله سوا، فنحن بنطلب من العالم إنه تخفف من هذا الخوف الموجود عندها، هاي القصة ما بدها هالقد. أما عدم التنسيق بين الإدارات المعنية بالسلامة المرورية وتحديدا وزارتي الداخلية والأشغال فقد تسبب بهذا الحادث في منطقة خلدة، وهنا برز السؤال الأهم، كيف يطبق قانون سير بغياب البنى التحتية الأساسية له من طرقات صالحة وشارات مرور ولفتات للسرعة وإنارة وخطوط بيضاء وصفراء وممرات للمشاة وغير ذلك. ومن الملاحظات التي سجلت في اليوم الأول أن بعض الإصلاحات الضرورية لتطبيق القانون غير موجودة، ومنها تأليف وحدة المرور وإنشاء الأكاديمية لسلامة المرور وعدم إقرار الحكومة للمجلس الوطني لسلامة المرور وعدم تأليف وزارة الداخلية للجنة الوطنية لسلامة المرور، كما أن إدارة السير لم تؤهل المدارس الخاصة بتعليم القيادة ولم تطبق مبدأ السجل المروري لقوى الأمن. ومع كل هذه النواقص والمخالفات في السلامة المرورية وعلى الرغم من تدريب العناصر الأمنية لها، إلا أن عديدها لا يزال غير كاف. وإلى جانب كل هذا بدا واضحا استغلال التجار للقانون من خلال رفع أسعار أجهزة الإطفاء والمثلث الخاص في حال تعرض السيارة لأي عطل، والناس تسأل من هي الجهة المعنية بحمايتهم من هذا الاستغلال. بدا واضحا في اليوم الأول لتطبيق قانون السير الجديد التزام المواطنين بحزام الأمان والإشارات المرورية، لكن ما يخشاه بعض المراقبين والمعنيين مباشرة بتطبيق القانون
أن يكون مؤقتاً، خصوصاً أن العديد غير كافٍ وأنه لم يلحظ الإصلاحات الحقيقية، ومنها وحدة المرور والأكاديمية للسلامة المرورية. باسل العريضي، قناة الجديد.